خرجنا حكومة وأدخلنا حكومة وأهلهم مجرة منذ 2015 إلى الآن. وطبعا نحن بالنسبة نحن كحراك ثوري نعتبر اتفاق الرياض لا يلبي تطلعاتنا ولا يعطينا حتى لو الحق الأدنى من قضيتنا كشعب جنوبي أو ولو الحد البسيط. الأخوة الذي كان لهم يعني ذهبوا وقاموا بهذا الاتفاق نرى أنهم مشكورين مأجورين قاموا بما كل ما يلزم نحوهم ولكنهم لم يصلوا إلى أقل من متطلعات أبناء شعبنا الجنوب وأصبحنا الآن في شراكة يمنية والحكومة اليمنية هي التي عادت إلى عدن وأصحابنا هم الذين طلعوا من عدن وهذه من أحد المفارقات العجيبة الغريبة. الأخوة الأعزاء أنا لا أعرف أي اتفاق هذا الذي بالفعل يجعلك أن تنطوي في إطار حكومة يمنية نحن نعتبرها وهذا من أبجديات الثورة الجنوبية أن الحكومة اليمنية هي حكومة احتلال عندما أكون أنا عنصر فيها سواء كان بالأربعة أو بالخمسة أو حتى بالمناصفة أو حتى بالكل بها وفي إطار هذا العلم اليمني وهذا الدستور اليمني وهذا السيستم اليمني الكامل يعني أنا أرى أنه ما في شيء جديد. والله كنا من البداية في مؤتمر الحوار الوطني كنا بنتحصر على نصف بالفعل نصف وليس الآن الأربعة الذي معنا حاليا ولكن نقول قد الأخوة بالفعل هم معتذرين قد الأخوة يعني مضغوطين قد الأخوة لديهم بعض الإشكاليات قد هناك بالفعل ضغط كبير يوجه عليهم نحن نقول لهم مشكورين ما قصرتوا إلى هنا وصلتوا إذا لم تستطيعوا أكثر من كده تعملوه خلاص جزاكم الله خير وما قصرتوا واتركوا الباقيين يشتغلون أنه مش معقول أنا إذا ما قدرت يعني أشتغل يجب أن أعرقل الآخرين لا نحن في الحراك الثوري إحنا لم نعترف بهذه الاتفاقية ونحن لسنا لدينا أي موانع ولا لدينا أي ضغوطات من أي مكان إلا أن نحن بالفعل نواصل في خط سيرنا الجنوبي دائما ونحن دائما أيضا لدينا هذا الرغبة ولدينا أيضا هذا يعني الأمل أن على أخوتنا الذين انخرطوا في الحكومة اليمنية أن يعودوا إلينا وأن يعودوا إلى رشدهم لأنه في النهاية كما ترون عدن الآن توزع بين وزارات الحكومة اليمنية عدن الآن من المقرات تسلم لهم قلعة صغيرة سلموها لهم وما أدري يوم بعد يوم بتسلم كثير من هذه المنشآت الجنوبية إلى الحكومة اليمنية كذلك حتى القوة العسكرية بموجب الاتفاق يجب أن تدمج إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية من يقول غير هذا الكلام ويرى أنه غير صحيح هذا هو شأنه لكن أنا أتكلم على أوراق أمامي واتفاقيات واضحة قدامي ما أتكلم من رأسي واللي في الأوراق الآن هو ما ترونه في عدن وعدن كما ترون يعني ترزح تحت نارين نار الفقر والحرب والبؤس وأيضا نار يعني نار الخديعة التي منيت بها أهلها بعد كل تلك التضحيات نحن الآن لا نريد أن نحمل المسؤولية لأحد ولا نريد أن ندخل في صدام مع أحد بالعكس نحن دائما أبدا مع أخوتنا ومع كل من يقول أنه مع القضية الجنوبية ومع حقنا في تقرير مصيرنا ونحن بالذات عندما تم الأخوة على الإدارة الذاتية نحن أول ناس عيدنا وعندما شنت الحرب على عدن نحن أول ناس وقفنا ضد هذه الحرب ورفضنا دخول أي قوة يمنية إلى عدن يعني نحن ما في أي موقف وطني إلا وكنا بالفعل نحن فيه ولا يمكن نتخلى عنه الآن بعد كل تلك السنين ما الذي سجد وما الذي هو معنا الذي سجد الآن أن الحكومة اليمنية هي في عدن وأن أخوتنا هم خارج عدن وهذا يعني من أحد يعني طبعا هذا من أبجديات أو أحد أهداف الاتفاق الأخير حق الرياض وبالتالي كما تعرفون المجتمع الدولي كله كامل الآن لديه رؤية معينة قد تختلف وقد تتفق معنا في بعض الأشياء ولكن نحن عندنا غلطة كبيرة جدا لم نستطيع أن نوصلها للآخرين أن نحن كيف أن نلتم كلنا مع بعض كل من هو بالفعل مع هذه القضية الجنوبية وأن نتوجه الناس كيد واحدة كي نصل محمل اتفاق موحد لأن اليوم بيتفق مع الانتقالي بكرة بيتفق مع الثوري بكرة بيتفق مع هذا كلام نحن ندرك أن هذا كلام صعب علينا تفريقنا ثم يأخذوا كل واحد على حدة كي يستفردوا به هذا كلام يمكن نقبله ونحن بالفعل عن جد يعني قلوبنا صافية ومفتوحة وأيدينا ممدودة لكل من هو بالفعل لديه هذا الهم الوطني نحن بنكون معه ونقول عفو الله عما سلف خلص انتهى ما انتهى والآن نحن أمام مرحلة جديدة يجب بالفعل أن
ننتجر أنفسنا من تلك المعاناة التي يعانيها شعبنا. يعني هناك فقر، هناك جوع، هناك حتى هناك أيضا المال السياسي الآن الذي بيعطل كل شيء. المال السياسي الذي بيعطل كل شيء، المال الذي بيستثمره مستثمرين، والمال الذي بيحاولوا بالفعل هم يجيروا قناعات بعض الأشخاص به. المال هذا المتدفق الآن على عدن وعلى الجنوب كله كامل، هذا ليس لصالحنا بأي حال من الأحوال، ليس لصالحنا بأي حال من الأحوال. نحن نريد علاقات جيدة ومحترمة مع الآخرين، مع كل ليس لدينا يعني محاذير نحن ما نكون مع أحد، لكن بالمقابل على الآخر هذا أن يأخذ بعين الاعتبار ما نحن وما نريده. يعني ببساطة علاقتنا بالآخر هي مرهونة بمدى تقبله لي أنا وبرأيي وبفكرتي وثورتي. ولهذا نحن لا ننكر أن في دولة وقفت إلى حد ما وقامت بتوجيه بدعم بعض عناصرنا في عدن، أنا عن جد يعني يجب يكون يعني ناس منصفين، هذا يحسب لهم. لكن بالمقابل القضية بس مش سلاح ودبابة وبندق، أنا أتكلم أيضا عن قرار سياسي يجب أن يتبع كل هذا، لأنه إذا كان عندك البندق والمدفع والدبابة ولا تملك قرارك السياسي فأنت لا ترجع أنك تكون بالفعل صاحب قضية. لا، نريد أن يكملوا جميلهم ونتركوا لأخوتنا أيضا حرية اتخاذ قرارهم. وبعدين نحن نعرف يعني أنه يجب علينا دائما أن نلوذ بالداخل، الداخل هو الأس والأساس. حتى أنا أرى أن وجودي خارج البلد هذا لا فائدة لي فيه، وأني لا أستطيع أن أعمل إلا عندما أكون في داخل أرضي، هذا شيء بديهي. ولكن دائما كل ما حاولنا الرجوع كل ما جاتنا ألف مشكلة ومشكلة وألف عراقيل وعراقيل، لكن نحن بنتجاوزها أكيد. الآن المطلوب أننا كجنوبيين حاليا الآن أن نعرف أن نحن في مرحلة يعني خطرة جدا، يعني مرحلة نكون أو لا نكون، يعني خلاص أنه واضح أن الكل بيتخالب علينا، يريدوا الآن خنق أي صوت جنوبي تام استقلالي، ما يريدونه، يريدوا فقط لا غير مجموعة توابع في الوزارات، مع الوزارة هذه أو مع الوزارة هذه. ولا أظن أنه بالفعل الجنوب يعني بكل كبرة وتضحياته وكل رجاله في أربع وزارات، لا، و12 وزارة التي المفروض تكون للجنوبيين نصها مع الإصلاح ومع الاشتراكي ومع مش عارف من، وأصحابنا الذين بالفعل بيقولوا أنهم قدموا تضحيات والرجال معهم أربع وزارات وعدها إلى حد ما ليست بهذاك الشيء. القضية ما هي في الوزارات، لو كنا نبغى وزارات كنا أخذناها في مؤتمر الحوار الوطني وكان أفضل من كذا بيكون، وبدل كل هذا الدم والدوشة والتضحيات والدماء والدمار هذا كله. الآن القضية هي على مرحلتين، مرحلة سياسية ونحن بالفعل وضعنا صعب جدا للغاية، والثانية المرحلة الاقتصادية والتي بالفعل الشعب يعاني منها شد المعنى. الآن في عدن كمية يعني كبيرة جدا من البلاطية واللصوص والأفاقين والنهابين والسرق، وكل من حط في رأسه في طقمة حط في علم الجنوب قام وأذى الناس وحد بسط على أحد الناس، يعني شيء عند أهل الجبين، وكأنكم تعطوا للناس انطباع أن هذا هو الجنوب قادم، أن هذا هو وهذا الجنوب بسط وسد ونهب وكذب وقتل وأشياء. للأسف هذه ليست مننا ولا فينا، إنما هذه عادات دخيلة إحنا لا نفهمها ويجب بالفعل أن ننبذها تماما. نفس الشيء في حضرموت، نفس الشيء في حضرموت، هناك ركزوا لنا أربع علامات على النخبة الحضرمية، ولكن بالمقابل ولا بهشوا ولا بنشوا. الحكومة اليمنية مسيطرة على كل شيء، واليمنيين ماخذين كل شيء، حتى نفطنا وبترولنا لا نعرف أين يذهب. والسلطة المحلية في حضرموت والتي عندها يعني أكبر اقتصاد نفطي يعني احتياطي نفطي في البلد تتسول حق الكهرباء وحق المي من حقها من عند الشرعية اليمنية. شيء أنا ما يحصل عندنا شيء يندهل الجبين. وهذا شيء يعني نريده الآن أن نحن نوصل إلى رسالة، نحن إذا استمرينا بالطريقة هذه كل شيء بيضيع. عاد باقي معنا فرصة، عاد باقي معنا أمل، عاد بالإمكان أن نحن نقدم شيء جيد. عندنا هذه القدرة وعندنا هذه الروح وعندنا هذه القدرة على التضحية مستقبلا. نحن أصحاب الخارج يجب أن نعود للداخل، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تلقائيا لابد أن نلتقي كلنا، يجب أن نلتقي كلنا مع بعض، يجب أن نجلس. أنه الذي بيحصل الآن أنه سوف يتم اقتلاع الثورة الجنوبية اقتلاع تام من جذورها، ولا يبقى لنا القيادات الجنوبية إلا حد يبغى وزارة أو حد يبغى له مدير عام أو حد يبغى له مش عارف إيش من هذا الكلام كله. يعني كان هو السيناريو هكذا، طمعوهم بالوزارات، طمعوهم بهذه الأشياء، ولكن في ظل الحوار اليمني، في ظل العلم اليمني، في ظل الدستور اليمني، يعني أنت ما عملت شيء. وما هذا الذي قمنا به؟ نحن من 95 للآن وإحنا نناظر، مش معقول يعني في النهاية نأخذها بالطريقة هذه، هذا كلام غير مقبول. وإلا كنا وافقنا من أول وخذنا نص بالنص أيام الحوار الوطني وانتهينا من الشغلة كلها كاملة. الآن يا أخوتي الأعزاء، نحن أمام بالفعل مرحلة خطرة للغاية،
المرحلة هذه مش إلا مرحلة بس، بل قد تكون مرحلة نهائية لوعد أي شيء اسمه الثورة الجنوبية. وكما ترون الآن الناس الآن يعانون من الجوع يعني، من الفقر يعني، من الحرمان، وكأنهم يقولوا للناس يا أما أنكم تروحوا مع الوحدة اليمنية أو أنه هذا حالكم. وأظن أظن أظن أنه أغلب الناس، أظن أن أغلب الناس وصلوا لهذا القناعة أنه خلاص يا أخي يلا بالكاد أنه يلاقي لقمة عيش يعني، يعني جوع كلبك يتبعك، هكذا يمشي الأمور. غير هذا وذاك، أنه يتم صرف الأموال الباذخة على أشخاص غير جيدين، وهناك استثمارات، وهناك عمولات، وهناك نهب، وهناك سرقة. يعني احنا قدمنا للمجتمع شيء غير اخلاقي باي حال من الاحوال. الاخوه الاعزاء، امامنا الان متسع من الوقت، وامامنا فرصه ايضا جيده، يجب ان نذهب كلنا الى ارضنا، الكل ولا يستثنى منا احد.